طيب بالمناسبة ناخد واحد من لاعبي نادي الزمالك الكبار، واحد من لاعبي الوسط المحترمين جدا، كابتن احمد عبد الرؤوف لاعب نادي الزمالك السابق، نساله على مباراة الزمالك والاسماعيلي امس رايه فيها ايه. كابتن احمد صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، وسعيد بوجودي معاك، وخلينا اشكرك دايما على فكره الكلام على عبد الشافي، بمناسبه اللي بنتكلم على عبد الشافي يعني. وانت قلت نقطه مهمه جدا، ان تسليط الضوء على النماذج اللي زي عبد الشافي دي موضوع مهم جدا. صح. لان احنا بقينا في زمن بنسلط فيه الضوء على ناس بتصدر لنا دايما المشاكل وكلام ما بيفيدناش في حاجه في الكوره. فعبد الشافي انا راجل زميلته، هو من جيلي يعني او من سني، راجل زي ما انت بتشوفه في الملعب كده، هو ده عبد الشافي اللي بره الملعب، نموذج يحتذي به في كل شيء، تدينه والتزامه واخلاقه، مشاكله القليله في الكوره، تاريخه المشرف في الكوره، احترام الناس ليه، هو واقع عبد الشافي بيعيشه يعني. فانا بشكرك على الكلام على عبد الشافي يعني. وانا بشكرك كابتن احمد والله ان انت بدات معايا الحديث على الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الشافي. عايز اسالك بقى على الزمالك امس، والزمالك اول امس، والمستوى الجيد اللي بيقدمه الزمالك فيها الفترات الاخيره في الدوري وتصدره للدوري حتى الان، بس خلينا نتكلم تحديدا عن مباراه الامس، رايك فيها ايه؟ الحقيقه يعني انا هتكلم على فكره الزمالك ما بعد التوقف، ودي نقطه انا متوقعها بشكل كويس، لان الزمالك عنده جهاز فني محترم بقياده كارتيرون. الفريق راجع بقوه بدنيه كويسه جدا، لو انت اتفرجت على كل الفرق اللي راجعه من الايقافات مش هتلاقيها بنفس الفكره ولا نفس المجهود ولا نفس القوه قبل التوقف. الزمالك ما خدش وقت كبير للدخول في الموسم من اول مباراه المحله مرورا بمباراه الاتحاد وصولا لمباراه الاسماعيلي. الزمالك بدا امبارح بالطريقه المعتاده بتاعته 4-2-3-1، ساب للاسماعيلي 5 دقائق للاختبار بس علشان خاطر يشوف الطريقه، لان الاسماعيلي غير طريقته من مباراه الاهلي للمباراه بتاعت امبارح، كان بيلعب بثلاثه ورا اللي هم مروان الصحراوي وباهر محمدي ومصطفى الزناري. عجبني جدا تنظيم الزمالك في الضغط من بدايه المباراه. الزمالك عمل معادله صعبه جدا في الكوره، ان هو قعد اكتر من 70 دقيقه بيعمل ضغط عالي، افقد الاسماعيلي في فترات كتير جدا ان هو يوصل للجول، صنع لنفسه فرص كتيره كانت اهمها فرصه لاوباما، فرصه لسيف الجزيري في الشوط الاول، الزمالك ليه بنالتي لزيزو لم يحتسب، الى ان وصل الدور الشوط الثاني الزمالك جاب جونين في الدقيقه 58 والدقيقه 60 لامام والجزيري. لو هيك تيجي تلاحظ على كارتيرون ما بيغيرش كتير الا بعد الدقيقه 70 او 75، وده لثقته في امكانياته البدنيه في اللعيبه، ودي نقطه مهمه جدا لازم نسلط عليها الضوء، لان ده ناس كتير جدا كانت بتتكلم على فكره دكه الزمالك والزمالك هيعاني فكره الدكه والغيابات. كارتيرون مش دماغه دي، كارتيرون بيعتمد على قوه البدنيه اللاين اب اللي هو بيبتدي بيه، وده واضح في الثلاث مباريات اللي احنا اتكلمنا فيهم. خد بالك الثلاث مباريات اللي لعبهم ثلاث مباريات اقويه جدا، والفروق ما بينهم مش كبيره، والتشكيل اللي بيبتدي بيه هو يعتبر ثابت في الثلاث مباريات. كابتن احمد انت لفتت النقطه في غايه الاهميه بصراحه، النقطه اللي لها علاقه وانا لاحظتها امبارح كنت حابب اتكلم معاك فيها كمان، بس كويس ان انت بدات بيها الكلام، وهي الضغط العالي اللي بيمارسه نادي الزمالك على مدار دقائق كتيره في المباراه، مش دقائق قليله يعني. الضغط العالي بيمارس من بعض الفرق في بعض الدقائق، ولكن الزمالك ممكن زي ما انت قلت 70 دقيقه امبارح في مباراه الاسماعيلي بيمارس ضغط عالي، في المباريات السابقه كان بيمارس الضغط العالي، ده ما يقلقكش في اللي جاي؟ يعني انا بفرج امبارح بقول هو الزمالك هيعرف يقاوم الحاله البدنيه دي ازاي لحد اخر مباريات الدوري. ثقتي في الراجل اللي هو موجود ده بدنيا هو اللي تخليني، انا اشتغلت معاه قلت لك هو راجل بيعرف يتعامل مع الموضوع البدني بشكل كويس جدا، فاهم لاقصى درجه، فاهم لفكره الريكفري وتجهيز اللعيبه بشكل يخليهم يلعبوا مباريات مضغوطه متتاليه في وقت قصير. ولو جيت بصيت الزمالك معاه في الفتره اللي هو بدا قبل ما يرجع فيها، كان الزمالك بيلعب بنفس يعني ماتشات كتيره كبيره في وقت قصير، والزمالك كان بيأدي بنفس القوه. هو بيعتمد على فكره دايما تثبيت التشكيل. لو جيت لاحظت مع كارتيرون ممكن تلاقي مثلا 15 لعيب او 14 لعيب لاعبين عدد مباريات كبير جدا، ما غيرش غير وجود اوباما وامام عاشور، وانا عارف ان هم لما يرجعوا يعني هيبقوا موجودين معاه، لان هو شايف ان اوباما من اللعيبه اللي بدنيا اقوياء جدا. لو جيت لاحظت بكارتيرون، كارتيرون مش من الناس اللي بتغير بدري،
عجبني فكره الضغط العالي هو دراسه الفريق. يعني انت لما تيجي تلعب فريق زي الاسماعيلي بيقوده كابتن ايهاب جلال، طريقته في التنظيم وطريقته في بناء اللعب، لو ما قابلتش الفرق اللي زي كده زي المصري وزي الاسماعيلي وزي دجله بضغط عالي هيبقى عندك مشكله كبيره جدا. لان انا شايف ان اقل ناس فنيا دايما في الكوره هم المدافعين، ففكره الضغط دايما العالي انك بتجيب الكوره من المدافع، وده حصل في الضغط على مروان صحراوي باهر محمدي ومصطفى الزناري كتير، كان الزمالك بياخد الكوره وكان بيعمل تحول على الاسماعيلي بشكل كويس، لكن الفرق دايما اللي هتستنى ان الكره توصل للمهاجمين او توصل لنص الملعب هيبقى عندك مشكله دايما ان انت بتقابل فرق زي الاسماعيلي وزي دجله ان هم الفرق اللي هي بتبني اللعب. يعني هيتأثر الزمالك كتير بغياب الونش عبد الشافي عن مواجهه وادي دجله؟ في اماكن الزمالك مش هتأثر فيها كتير، يعني قيمه عبد الشافي موجوده وقيمه الونش موجوده، لكن اللعيبه الموجوده او التبديلات الموجوده في الاماكن دي الزمالك ما يعانيش منها. في اماكن تانيه الزمالك لو غاب فيه لعيب ممكن يعاني منه، لكن غياب عبد الشافي ممكن فتوح، وانا بشوف ان فتوح من اللعيبه الكويسه جدا 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 في الدوري يعني، وشايف ان غياب الونش وان كان الونش قيمه كبيره في الدفاع للزمالك، لكن وجود محمود علاء مش هيفرق كبير كتير عن وجود الونش يعني. سيف الجزيري الفترات الاخيره، سيف الجزيري هو لاعب كبير من قبل حتى ما ينضم لنادي الزمالك، ولكن تحس انه تطور كمان تطور كبير جدا مع نادي الزمالك، واصبح من الركائز الاساسيه في الفريق، ودايما اداؤه رائع جدا سواء في تسجيل الاهداف او في صناعه الاهداف. دي نقطة مهمة جدا تتكلم فيها موضوع سيف الجزيري، والزمالك كان محتاج حد بحجم الجزيري ان هو يرجع للفورمة دي، خصوصا ان هو بيعوض مكان مهم مصطفى محمد، والزمالك قعد فترة طويلة بيعاني من نقطة ان مفيش فيرود بنفس قيمة مصطفى محمد ان هو يأدي بنفس الأداء ونفس القوة. أنا شايف الجزيري لو كان دخل بدري، لكن للأسف ان فكرة ان هو كان مش متأيد أفريقيا دي نقطة الزمالك عانى منها كتير، لكن قيمة الجزيري قيمة كبيرة جدا، هيساعدك في نقطتين مهمين. الزمالك حتى لو بيبني والفرقه بتضغط عليك من فوق وعنده سرعات كبيره جدا يستغلها في ظهر المدافعين، بيلعب بدماغه بشكل كويس، بيقف على الكوره، عنده سرعات كبيره جدا، نسبه الفينش بتاعته عاليه، فدي كل الحاجات انت بتحتاجها في مهاجم، فدي قيمه الجزيري اللي موجوده ان هو يكون فيرود نادي الزمالك الاول دلوقتي يعني. اللي كمان كان عليه رهان من كارتيرون واضح جدا ونجح الرهان في الفتره الاخيره حمزه المسلوسي، يعني كان في وقت الناس بتقول لك لا حازم احسن من حمزه المسلوسي، لا حمزه مستواه متراجع، حمزه الفتره الاخيره برده مع نادي الزمالك مفتاح لاعب مهم جدا سواء في النواحي الهجوميه بشكل خاص والنواحي الدفاعيه والهجوميه مع بعض بشكل عام. خليني اعترف لك ان انا واحد من الناس دي، واحد من الناس اللي كانت بتقول ان المسلوسي بعيد جدا ان هو ما يكونش حد بقيمه الباك رايت في نادي الزمالك، لكن واضح ان المسلوسي كان متاثر بدنيا في فكره ان هو لما جه للزمالك قعد فتره طويله في مصر ما بيتمرنش، فاعتقد ده كان عليها تاثير كبير عليه. المسلوسي بعد الرجوع للمستوى البدني والحاله البدنيه بتاعته اعتقد هو راجل من اكثر اللعيبه ثباتا في المستوى على الثلاث مباريات، بيصنع بشكل قوي جدا، لكن لا زال يؤخذ عليه موضوع الضغط او الماركينج بالنسبه للعيبه اللي بتلعب عليه، لكن هو يعني لعيب كويس جدا جدا، بيصنع بشكل كويس في الثلاث مباريات واداؤه ثابت في من بعد التوقف يعني. اخيرا لو ليك تنصح لاعبي نادي الزمالك والجهاز الفني لنادي الزمالك في الاربع مباريات القادمه محتاجين يعملوا ايه عشان يضمنوا الفارق الصداره مع النادي الاهلي؟ عدم الاستهانه بفقدان اي يعني الفرق اللي احنا هنلعبها هي فرق كلها بتنافس على الهبوط، ودي مباريات اصعب، انت عندك دجله وعندك سيراميكا والانتاج والبنك الاهلي، الفرق تحديدا دجله والانتاج والبنك الاهلي فرق محتاجه بناط، فرق هتلعبك جيم مقفول يعني، والزمالك يعني شويه ما بيجيتش اللعب مع الفرق اللي بتلعب جيم مقفول، مهم جدا انك يعني المباراه ما تمشيش منك وتاخد وقت كبير لاحراز اهداف، التركيز على المباراه بمباراه، لان فقدان اي بناط هيخلي عليك ضغط من النادي الاهلي، فلازم تتعامل مع كل مباراه على حده، ولازم يعرفوا ان المباراه اللي جايه مباراه اقوى من المباراه السابقه يعني، لان المباراه السابقه كانت خلاص تم فيها تحديد اللي هيلعب كونفدراليه ويلعب افريقيا، لكن الفرق اللي هتلعب اللي بتنافس على الهبوط هتبقى مباراتها اقوى واشرس، فلازم فريق الزمالك والجهاز الفني يعملوا على النقطة دي بشكل كويس يعني.
كابتن احمد عبد الرؤوف لاعب الزمالك ومدرب الزمالك الاسبق، انا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا، دايما وجودك معانا يعطي اضافه كبيره جدا، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا كريم، ميرسي جدا. شكرك يا كابتن احمد. ده الوضع بالنسبه لنادي الزمالك، ومكمل مع حضراتكم بالنسبه لنادي الزمالك. وعلى فكره كابتن احمد عبد الرؤوف قال كلام في منتهى الاهميه، قال حاجتين في رايي مهمين جدا. الموضوع اللي بيعمله الضغط العالي اللي بيعمله نادي الزمالك على الفرق اللي بتبني من تحت هو له ايجابيات كبيره وعظيمه، بس برضو مقاومه الزمالك للحاله البدنيه دي في مباريات متلاحقه هيوصل لحد فين؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه انك لما بتلاعب فرق تبدو صغيرة بالنسبة لجدول الدوري، ان هي موجودة في اخر جدول الدوري، دي حاجة مش جيدة قوي يعني، دي حاجة بتبقى خطيرة جدا، عشان الفرقة دي زي ما قلت لكم من شوية بتلعب ب 200% من مستواها، بتركز جدا، بتحاول تخطف اي نقطة من اي خصم، ما بيفرقش معاهم زمالك او اهلي، وبيحاولوا ياخدوا نقط يضمن لهم التواجد في الدوري الممتاز. فزي ما قلت لكم وهعيد، المنافسة ما خلصتش، الامور زي ما هي. الزمالك فارق بنقطتين، ولكن الزمالك لا يضمن، والاهلي مش هيرمي المنديل، فالحالتين المنافسه قائمه وقويه جدا بين الاهلي والزمالك.